شكرا لكم، شكرا للتغطية. طبعا أهلا هذه وسهلا. جلسات تلعب دور أساسي لدعم المتظاهرين وأيضا تشجيعهم أنه يستمرون في تظاهر، هذا أولا. ثانيا ضغط على السلطات الإيرانية والسلطة القمعية، فهذا إحنا كنا نأمل أكثر من 43 عاما، فاليوم نشاهد هذا الأمر شيئا جيدا. وأشكر الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا وباقي الدول لدعم المتظاهرين، هذا يعطي دعم ضخما للمتظاهرين. ونوعا ما لو نعرف جيدا ان السلطات الايرانيه لا تعترف مثل هذه من مثل هذه الضغوطات، لكننا نحن الشعب ايضا راح يكون له الدعم، ويكون يكون تدعمه كنفسيا كيبقى ويدافع عن ظلمه اللي يواجهه من قبل السلطه القمعيه. نعم، هل تتوقع تشكيل لجنة لإلقاء الضوء وتسليط الضوء على المجتمع الدولي على ما يجري في إيران وجمع الأدلة حول ما يجري؟ يحاولون غالبية الدول، لأنه أكثر من 47 دولة اليوم، أكو 50 دولة وقعت، أنه تأمل أن تشكل لجنة مستقلة لتذهب إلى إيران، لتكون مستقلة تشاهد أو تعمل دراسة بشكل جاي بشكل مكثف على ما يجري. لكن هناك أيضا نعرف دول إيران ودول مثل روسيا والصين يمكن أنه يمانعون هذا الأمر أن يتم، ولكن تحاول الدول أنه تعمل لجنة مستقلة لضغط على إيران، وأيضا لأجل أن يعني يوثقون هذه الانتهاكات. أستاذ يوسف، هل تعتقد بالفعل أن المجتمع الدولي جاد في مساعدة الشعب الإيراني ضد السلطات، أم أن السياسة أم أنها وسيلة للضغط على إيران في ملفات سياسية أخرى كالملف النووي مثلا؟ هذا نوعا ما جانب ما هو ما مسألة السياسة، ولكن ما اللي نشاهده والحراك اللي نشاهده من قبل الدول وأيضا حتى الاتحاد الأوروبي بكل جلساتها، أنه هي تدين وعملت يعني نوعا ما على بعض الشخصيات، منها حرس الثوري وكثير من الشخصيات الإيرانية، أنه عملت عليهم ضغط. هذا يدل أن هناك فعل لن أمر لحقوق الإنسان بغض النظر عن الاختلافات السياسية. هنا نرى هناك فعلا اهتمام لحقوق الإنسان في إيران من قبل الدول الأوروبية وعلى حتى أمريكا وكثير من الدول كندا، والأكثر من ذلك احنا نرى نشاهد اللي لم نشاهده كنا سابقا منذ 43 عام، خصوصا ألمانيا اللي الآن هي تقود هذه الحراك ضد إيران بدعم حقوق الإنسان. هذا أمر كان لم نتوقع، ولكن رغم أنه ألمانيا عندها مصالح اقتصادية كثير مع إيران، لكن الآن نرى رفع ملف حقوق الإنسان، وهذا الأمر جديد ونحن نشكرهم على هذا الأمر. وكثير من الشعوب أيضا، هناك أيضا دعم الشعوب لم يكون سابقا، أنه تركيزهم كثير كان على المنطقة المركزية في إيران كطهران، لكن الآن دعم الشعوب ككردستان والبلوشستان حتى الأحواز العرب بشكل عام والأتراك، فهذا أيضا كان هناك قرار يعني اتخذوا قرار يدعمون الشعوب، هذا أمر أيضا كان ملفت للنظر في جديدا لهذا الأمر، لأنه الانتهاكات أيضا هناك شعوب تعاني اضطهاد مزدوجا، فهذا الأمر أيضا هو يدعم حقوق الإنسان بشكل عام. تحياتي. شكرا جزيلا الناشط في مجال حقوق الإنسان يوسف شريفي على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من هولندا، شكرا جزيلا.